تشبرك تفاصيل أحداث مرور ميليشيا الإنقلاب للتوقف عندها ملياً. هنا في المنطقة الغربية من مدينة تعز دارت أحداث دراماتيكية وقصص إنسانية، وكل الشواهد تشير أن الجلادون كثر والضحية واحدة. في منطقة المطار القديم غرب مدينة تعز، وبمحاذاة سوري المطار ومعسكر اللواء 35 مدرع، يقع حي الفخامة، حي أفرطت الميليشيا الإنقلابية بعبثها حين مرت في أفيائه. اتخذت من مباني ساكنيه وأروقته ملاذا آمنا لإدارة عملياتها العسكرية والقتالية، ناشرة الرعب والخوف والترويع في أوساط من تبقى من ساكنيه. وتضاعف هاجس الرعب لديهم حين تبادرت إلى مسامعهم الأخطاء المتكررة لطيران التحالف العربي. الأبواب حق البيت حقيقة كانوا مسكرين، وأنا أخرج منها وأنا أخرج من هنا. أنا كنت أخرج من هنا أدخل من هنا، بس ساعة العشبار ما أتعايش معه فيه. لا دورنا زي الخايف، خايف 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 خايف. كان يعني كان أكيد أيام خوف، طيران ضارب يعني، ولما نروح على المدرسة أحيانا كانوا يضربوا، أحيانا نحن بالمدرسة كانوا يضربوا، أحيانا على بعض المنازل وأحيانا جانب المدرسة يعني، والرصاص والقناص يعني أكيد بتكون أيام خوف رعب. الساعة 11:30 هنا ضربة بالليل الطائرة، والأهوان الساعة 10:15 ضربة لما قالوا يتقدموا المقاومة. هذا اللي استفدنا منه هون، حتى الشجر تخزقين، الشجر لو يعرفين هنا اشتكين شروحين لا داخل دولتين ولا لا عند ربها اشتكين. لا قدران ذو قدامكم، لا تيقان، لا أبواب. صالة الفخامة للأعراس أحد المنشآت الخدمية وأكبرها في غربي المدينة، لم تكن في منأى من تداخل الأحداث في هذا الحي، فقد تم قصفها بصاروخين متتاليين في شهر ديسمبر من العام 2015، أي بعد 8 أشهر من اجتياح الميليشيا للحي. أتلف على إثر ذلك كل محتوياتها، ولحق الضرر الأكبر بمنازل السكان القاطنين في محيطها. تقريبا للساعة 4 وأنا كده بتغدي بالبيت، تصوير قوي العمارة ضرب بصاروخ، أخرج أتفاقد الشارع عند الحق طاهر، أشوف الحق طاهر جنب المحل، إيش فيه حق طاهر؟ قال لي إيش اللي حصل؟ ضرب يعني خيرة الله يعني ضرب العمارة، مع إنه الحوثي ما هلهمش داخل العمارة، ما دخلش العمارة نهائيا. والقاعة نفس الكلام، أول ما ضرب الصاروخ طبعا هناك، إحنا عادي إحنا بالطريق، ضرب الصاروخ الثاني وبعد 7 دقائق ضربوا القاعة. كان بونا واحد مقيل جنبي شلوا الضغط لما وصلوا هناك للشارع، وبعدين قام لفلف في أبو ما بوشين وهربنا الآن عشوفنوش. شفت كيف؟ لا وأنا جالس هنا من الرقة عور الدماغ حقي، وذانا في عيش الضنكة فتعالقنا كأنه به 2 مليون وما نجحناش. ضربة قوية يعني، لأن القاعة كانت مغلقة، انتشر
الحاجات اللي داخل كان كله تقريبا مطار القديم، المعسكر ضربه قويه يعني. طبعا الحوادث معروفين انه يخبوا الاسلحه حقهم، بس مش معقول يخبوه بداخل القاعه يعني، يعني بيخبوا داخل القاعه مفتوحه مستحيل، يخبوا مكان مش معروف امام الانظار اذا كان في سلاح مخزون عشان تضرب قاعه يعني، ضرب صاروخ عمد بهذا الضرر الكبير يعني. معاهم شويه طقومات يتمشوا بالشارع، ساكن يرقدوا بالشوارع، يرقدوا تحت المسجد بجانب الأزقة يعني، تخبوا تحت سيجار مش كيش داخل قاعة يعني، انت تضرب قاعة عبث. إذا لطف الضوء وإحنا الضاوي على الواتي على المطبح لعشي وهون نتلسوا هون التحت، يتلسوا لهن للظهر يتلسوا تم بالباب. إذا لهم ما معت يا أبو علي وهو يدل يدل الطائرة ما يبصروش ردعهن مشي والطائرة ضربه. احنا عايشين ضايعين، ما باقي لنا ضايعين، لا ضمار ولا بيوت سليمة. جلسنا كل القواني كلها معباة فوق، والجدران ذا كله فوق الدور الثالث شمات، والطاقة ما باقي لنا ولا طاقة، كل 4 شهور نصلح طاقة والله باقي لنا يمكن حوالي 4 بالجنبات وصلنا، والقمريات كلها انتهت، وكل انتهت حتى المطابخ حقنا انتهت كل شيء. مدرسة الميثاق، صرح تعليمي لم يسلم هو الآخر من عبث الميليشيا، فقد جعلت منها سجنا آخر للحجز والاعتقال والتعذيب. والداخل إليه تؤكد الشهادات بأنه لا يرجى خروجه في أي حال من الأحوال إلا لمعتقلات أخرى تبدأ منه وتنتهي غالبا بعد سلسلة من السجون والمعتقلات في محافظة صعدة. كانوا ممارسون القرصنة من هنا، يأتون بالمعتقلين، يأتون يعني حتى نحن في بعض الليالي كنا نسمع صراخ النساء يعني، كنا نستطيع كنا نتألم يعني، بعض الشباب كان يبكي يعني يقول لك، فمنعناه قلنا له تخرج قدام بدون سلاح، فعلمنا أن هناك اختطاف لبعض النساء يعني، بعض الناس كان آخر الليل يأتي في عائلة يأخذ السيارة، في النهار كانوا يتركون النساء، لكن في الليل كانوا إذا في هناك شابة يرأوا شابة فكانوا يقومون عملية الاختطاف يعني، وناس ذئاب وناس بلا دين بلا قيمة وناس مرقعة وجوههم ما تستطيع أن تقول بالمعنى الشعبي يعني، لا يمتلكون أي معيار من معايير الإنسانية، لا هناك لا يوجد رادع، لا يوجد مبدأ يوقفهم يعني. إذا كان يصل الشخص إنه يختطف النساء، هناك قصص مرعبة لبعض النساء إن كانت تسمع صراخ بعض النساء، من أين أتت هذه النساء؟ لا ندري من أين تأتي هذه النساء في هذا الليل، لكن نعلم أنهم يقتحمون البيوت التي على مشارف نهاية المنطقة، يقتحمون النساء ويخرجون الأطفال ويسجنون الرجال، وبعض النساء مفقودة إلى حد الآن. يوم من الأيام اختطفت بنت كانت نازلة من حق المدينة، نازلت عند الضباب على انهم يصرفون الاغاثات بالضباب، كان الاغاثه حق المدينه ممنوع تدخل المدينه، تصرف على انه بالهنجر هذا حق فوق نادي الصقر. حصل واحد تمام معه يعني، هو من حق المعبر من حق الحوثه، المهم حوثي، قال لي انا شو اقول لك، انا اسمي يصرفوه في مدرسه غراب، ونزل معي بالدباب تمام، نزل على انه يعلم لي ميسون، ينزل به الى تحت تبت ياسين بغراب قريب الصاله، قال انزل هنا، نزل من الدباب وكذا وهو مسلح، وبعدين يقول له تقول له المدرسه، يقول له امشي قدامي يرمي عليه، لما وصل البيت حقه تمام، لما وصل البيت حقه وقال هذه زوجتي. قال القاضي الكمالي يقول له، القاضي كان هناك بالحاره، يقول له القاضي الكمالي يقول له عقد لي، ما رضيش يعقد له، فاستحل بالقوه وكانت تبكي، كان من أجا يعني من حضار كذا، وهي يعني تبكي ويقول عروس وكذا وهي تبكي، حتى إنه النساء حق الحارة يعني، فكان يعني شيء مؤلم جدا، كنا نتمنى إنه يسقط الصاروخ علينا إحنا لأن إحنا ما نقدرش نتكلم يعني، من استحالة عرض الناس يعني، أسرتي منتظر إن تجيب لهم الإغاثة وهم مجدرين قد مختطفة، وفعلا اختطف معه وأخذ معه، وما نعلم مش علينا اي شيء، لا معلمش الان على اي شيء. كان هناك اتفاق مع بعض الانصار هم المتحوثين، الذي لديه غريم ولا مشكله بقضيه ارضيه ولا غريم سابق، كان يتواصل وهو عميل مع يتواصل معهم، وفعلا كان الحوثيين تجاوبوا معه
فياتوا بهذا الغريم. بعض الغرماء يعني وصلوا الى القتل. كنا اخر الليل احيانا يعني نرى بعض السيارات تخرج ناس يعني يدخلوا هم يصيحون يخرجوا قدهم في بطانيات. في 11 من شهر مارس 2016، أي بعد عام من السيطرة، اندحرت ميليشيا الانقلاب من حي الفخامة خصوصا ومنطقة المطار القديم عموما. استبشر الناس خيرا بالعودة إلى ديارهم وأعمالهم، الذين ما إن وصلوا حتى تراءت أمامهم مشاهد الدمار والخراب والعبث الذي طال كل شيء في الحي. دمار مزدوج تقاسمته ميليشيا الانقلاب على الأرض وصواريخ التحالف من السماء. كل شيء أصبح في حكم المعدم، المدارس، المنازل، المحلات والممتلكات، ممارسات وانتهاكات جميعها ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية. الحوثيون مروا من هنا، لم يزرعوا شجرة يستظل تحتها الناس، ولم يحفروا بئرا ليشربوا منه الناس، وإنما مشروعهم الحقيقي هو الدمار والخراب والقتل والحصار والقنص. هذا الصرح العلمي هو أحد أعداء الحوثيون، لأنهم يعلمون أن العلم سلاح يوجه ضدهم. هم يكرهون كل مكان يوجد فيه دين، مسجد أو مدرسة، لذلك يحولون كل مدرسة وصرح علمي إلى ثكنة عسكرية، لأنهم يعلمون أن الطيران سوف يأتي يقصف هذه الثكنة العسكرية. وفعلا كل مدارس المطار قصفت بالصواريخ لأنها ثكنة عسكرية. طبيعتهم أنهم يسيطروا على إما مؤسسة يعني حكومية تعليمية أو مؤسسة مستشفى أو كذا، فمن خلاله إنه إما إنهم يقتروا لقصف عن طريق التحالف كما حصل الطيران ويدمروا البنية التحتية يكونوا سببهم لقلب ذلك، أو أنهم يعني يقضوا على التعليم وشعاع العلم والمعرفة، لأنهم لا يدينون بالعلم والمرجعية والمعرفة. احنا دنا مصطادة العمارة نحرش سيف ثاني اللي دعيت الصالة دنا نحرسه وانت قالوا يلا يلا الحرتو، وحالتنا وروحنا البلاد ما شفناش حدة فاس ولا ستاتة يصليبة ولا أبو، ما حصلناش حادة. دمروا بيوتنا، ضيعوا عملنا، بندوا طرقنا، خربوا مدارسنا، هذا اللي استفدنا منه. بين ركام الحرب وشظف الحياة وقسوتها، عاد السكان يبحثون عن ذاتهم، وبدأت الحياة تدب رويدا رويدا، لكن الصلف الميليشياوي أبى إلا أن يفسد تلك الفرحة المغمورة بالألم حين أقدمت على نصب آلياتها العسكرية ونشر قناصيها على التلال المحيطة بالحي، ابتداء من تلة الظنيين غربا، مرورا بتلة المدرجات شمالا، ووصولا إلى تلة القارع شرقا، حتى غدا الوضع أكثر رعبا وخوفا من فترة المرور الفعلي، ولا زال الأمر قائما حتى اللحظة. بعد تحرير المنطقة الغربية التقوا الحوثاء إلى الجبال وقنص لكل شيء، حتى أنه ضربوا البيوت، كانوا يضربوا بالقذائف الهون، تمام، ضربوا البيوت بقذائف الهون، والمارة كانوا يضربوا بالقنص لحد الآن. يعني في يعني الآن لو شافوا أي تحرك، حتى لو يعني حتى عزك الله إنه كان حتى الكلاب والله يرموهم، وأنا أشوف وأنا أشاهدهم إنه أي شيء يتحرك يضرب، أي شيء يتحرك حتى يظنوا بظن يضربوا أي شيء يضرب. والله تعالى لطيف، يعني أصيبوا ناس وقتلوا ناس استشهدوا ناس رحمة الله عليهم، لكن لطف الله تعالى بالكثير. نحن المدرسات يعني خلال في طريقنا إلى المدرسة نعاني من أن نحن لا نشعر بالأمان.
الرصاص تتطاير يعني في كل مكان والقذائف نحن يعني نحن الآن لازلنا تحت خط النار يعني. يعني بعض الآباء لحد الآن رافضين يرسلوا أطفالهم يعني للمدرسة لأنه في لحد الآن ما زال قناصين موجودين. الطيران يمر فوق مواقع 12/7 و14/23 في الموقع الأول موقع الضنين، الآن مدفعية موجودة، والهوزر ليست مخبأة تحت الأرض وظاهرة، والموقع معروف. طيب القارع برضو معروف القناص، والموقع 14 معدل 14 ومعدل 23، والطيران يمر بسلام يعني كافي انه صاروخ واحد انه يدمر كل شيء، حتى لو عادوا يعودوا عاود الطيران ممكن نقدم له بلاغ انه قد، لكن هذه شيء غريب. عبد العليم عبد الله عاد إلى الحي بعد فترة نزوح مضنية عانى من خلالها الأمرين، ليستقر مع أسرته في منزله الذي لا يبعد سوى أقل من 200 متر عن أقرب موقع يتمركز فيه قناصو الميليشيا في ظل أوضاع معيشية صعبة جدا. ازداد وضعه تعقيدا يوم 9 مارس 2017 حين استقرت شظية قذيفة ميليشياوية على رأس ابنته ليان ذات 4 أعوام، محدثة فيها أضرارا بالغة وإعاقة دائمة. في تاريخ 9/3/2017 قام قياني بقذيفة فوق البيت، ترجع الشظايا كل داخل مع طرحات مجينة مع صاحة الأخت الكبيرة، قفزنا نشوف القيقة مطروح والدم قد هو يقفز من الرأس، خلاص ما عنديش حركة، ما انتبهت إلا في الليل بالعناية المركزة، وأخرجنا كله بعد أسبوع من العناية المركزة رقود بصل المستشفى الآن يعني بس يعني نسبيا يعني تمام. نعالج كل أخذ نأخذه كل يعني نعالجه ما خلاص الآن نعالجه على حسابنا. اول كان مسموه على الحساب مسموه دحين على حسابنا نسك كل ساعه وصعبين لان الضربه على الدماغ عند هذا الحجاب هذا كله اكتسر العظم. المهم دمروا بيوتنا دمرونا خلاص يعني هذه الايام الاربع السنين هذا الحرب دمرونا لا يعني خلاص نحن بس نشارح الموت الحين باقي الآن إحنا حالياً بهذه المنطقة مسابلين نموت معانا شيش حياة. بعد 2 فقط أي في 19/مايو 2017 ما كاد أن يتنفس الصعداء بتحسن حالة ليان حتى صعق مجدداً حين خطفت رصاصة قناص منه روح ابنته صفاء ذات 12 عاماً بقصة أبكت كل من في الحي. البنت حقي الثانية برضو في بالشارع تلعب جاهل عمره 12 سنة قنص على القلب على طول. صفاء لما قنصت كانت هي يعني في شجرة هي وأخويه لقطوا دايماً نفس ما يقوله كانت يعني عادي طفلة بعدين القناص قنص عليه أكيد يعني لنا ذكريات معه ذكريات طفولية ما إنك أنا قالتنا كن إحنا نلعب سواتق عندنا أكيد يعني بس القصف للأسف والحوثيين أخذونا من أمي وأبي ومن إحنا كامل. فكانت تلعب وتمرح يعني تروح تجي يعني حتى القناص حتى المتبعية يعرف إنه طفل لأنه في حالة قيلولة إما الناس راقدين أو قيل الناس مخزنين معروف بالعرف في اليمن. فكانت تذهب وتروح في الطريق وفجأة يعني ما سمعنا صوته وكان لأن كانت تغني وكذا وتنشي تلعب في الطريق. أخوها يعني خافوا بالبيت قالوا كيف ما سمعوا صوت البنت روح شوف أختك. راح يشوف أخته وقد إنه قدي مرمية في الأرض وقدي تفتح فمي. قال طبعا هو ما الموقف صعب مع 16 يصيح ولا حاجة بالرغم إن كانت البنت ثقيلة عليه فتحمله وكان يصيح يعني مع كان يحاول يصيح مع 16 قطع صوته طبعا من الألم والفزع والخوف. واخته تنزف فوقه يعني طفل صغير يعني كان يبلغ من العمر 13 سنة وكان هي عمري حوالي 7 سنوات. فكان يحاول انه يصيح وقف في مكانه
لا استطيع امشي ولا استطيع اصيح. فواحد ارسل واحد قال روح تاكد شوف. راح واحد من الاخوه الجالسين كان معاهم فوجد ان البنت تنزيف قد ما مضرها قد الولد. يعني كانت كان موقف مأساوي يعني الحارة كلها. فالبنت كانت مميزة بالحارة فخرجت النساء والرجال فالجميع كان يبكي موقف مؤثر. أذكر البنت يعني أن أنا أكون أنا راقد أقوم خلاص ما أقدرش أرقد ولا أقدر. أنا أمي برضوت يعني مريض الآن كل ساعة إحنا نسعف فيها كل ساعة إحنا خلاص بعد ما انتهت البنت مع الأم تعب يعني تعبان للنهاية. كل ما يعني نسعف فيها ورجع وروح نوع منا كذا ولا درينا إيش السبب يعني السبب إنه بعد ما انتهت البنت. يعني إحنا كنا نتوقع إنه القناص بتوقعنا إنه القناص يضرب ويقتل الناس الكبار ولا الأفراد. في البداية كنا نقول إنه يقتل الأفراد. لكن عندما تعمد يقتل طفلة صغيرة يعني عرفنا أي مبدأ وأي دين. طبعا الهدف من قتل هؤلاء الأطفال في هذه الحارة وكان الهدف يعني إخراج الناس وإنهم ينزحوا من هذه المنطقة ويتركوا المنطقة حتى تكون منطقة عسكرية يستطيعوا يعني إنهم يتسللوا. لأنه بعضا نحن نبلغ إذا كان في تسلل بيوتنا قريبة من المنطقة الوادي فكان نحن نبلغ في استمرار فهذا الشيء كان يؤذيهم كثير. وضع محفوف بالمخاطر لا زال يعيشه سكان حي الفخامة حتى اليوم. فالقذائف لا زالت تحاصرهم من كل مكان وتخطف أرواح أطفالهم بلا هوادة، بالإضافة إلى أخطاء طيران التحالف العربي الذي باغتهم بعد 10 أشهر من التحرر بصواريخ مرعبة ارتج لها الحي وأحدث في أفيائه أضرارا بالغة. الصواريخ حق الطيران ما قد لهم 10 أشهر على ما راحوا من عندنا مع هاللهنش بالنسبة هذا الصاروخ الأخير. المهم ما أباقي لا حوتيين ولا أباقي شيء. لا التحالف خارجنا ولا الحوت رحموا الأطفال والشيء الأطفال والمسمو الشياب يعني اسمه يضربوا حياته يعني اللي شي موت مات والذي شي بقي بقي ما بش رحمة. والتحالف لا زال يعني يراوغ مراوغة لا وقتنا الحاضر لعن 4 سنين ولا عمل لنا أي شيء إلا ما زادوا الآن يشتو يعني ينهو الشعب اليمني بل حصار بل اسمه البر والبحر والجو. نحن الآن محاصرين من الحوتة من جهة ومن اسمه التحالف من جهة ثانية. ناس فقدوا أرواح، ناس فقدوا بيوتهم، ناس فقدوا أطفالهم، يعني ما فيش إنسان له فقد شيء. يعني كفاية حرب صراحة، الشعب اليمني تعب حرب، يعني يحاولوا بقدر استطاعتهم إنهم يوقفوا الحرب صراحة. يعني الشعب اليمني والأطفال اليمنيين هم كأي شعب وكأي أطفال يشتوا يعيشوا حياتهم، فكفاية حرب. أمام هذه الأحداث والتفاصيل يقف المرء عاجزا عن القول والوصف معا، وهي ليست جل ما حدث، فهناك قصص وتفاصيل توارى ضحاياها عن الأنظار وأبوا الإفصاح عن أحداثهم، وحال لسانهم يقول حسبنا الله ونعم الوكيل.